بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات الرابع 2017 تحت عنوان أفضل استراتيجيات التحكم الفعال في المشروعات بقيادة طبعا المايسترو بروفيشنال بلانر، مجموعة بروفيشنال بلانر. هنتكلم في المحاضرة هنا عن العقود الدولية التجارية وآليات فرض المنازعات الحديثة، ولكن المحاضرة هتكون بعنوان التحكيم كآلية حديثة لفرض المنازعات، وهي محاضرة تمهيدية في التحكيم الدولي. المحاضر اللي بيتحدث إليكم حاليا دكتور مهندس حاتم علي أبو الوفا، أهلا بكم توكلنا على الله. تعريفية: أنا مصري مواليد المنصورة، خريج هندسة المنصورة 95، مستشار ومدير تخطيط التحكم بالمشاريع، خبرة أكثر من 20 عام في المشاريع الميجا بروجكت والمكاتب الاستشارية ومكاتب إدارة المشروعات BMO الأجنبية العالمية في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية، بدءا بهايلر كونسل ثم إيتل ثم دورش هولدنج جروب ثم هيل انترناشونال ثم MTY أرتيك أند إنجينيرينج، حاليا بالمملكة العربية السعودية، وحصل على درجة مستشار ومحكم دولي معتمد في الأكاديمية العليا للتحكيم بمصر، ومدرب محترف دولي بالأكاديمية الدولية للتدريب بمصر، ومستشار في الهيئة السعودية بدرجة مستشار مهندسين، حاصل على كثير الشهادات العلمية في مجال إدارة المشروعات، حاصل على الدكتوراه المهنية في إدارة المشروعات من وزارة معلومات البناء بريم من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على المركز الأول في المؤتمر الثالث لجمعية المهندسين المصريين بالرياض في البحث المقدم بعنوان الدليل المبسط في الهندسة القيمية. محتوى المحاضرة إن شاء الله هيكون دسم وكان أكثر من كده، ولكن ضيق الوقت طبعا خلاني أتكلم في التحكيم فقط. أول محاضرة إن شاء الله هتكون بعنوان النزاع والتحكيم وبدايته وأصوله، ثم القضاء والتحكيم ماهيته، التحكيم صوره ودرجاته ومميزاته، التحكيم التجاري الدولي وأنواع التحكيم، ثم التحكيم وشروطه، ثم التحكيم وآثاره، ثم التحكيم واستقلاله، ثم التحكيم وإجراءاته. وهنتكلم نبذة مختصرة عن هيئات ومؤسسات التحكيم الدولي زي غرفة التجارة في فرنسا ومحكمة لندن للتحكيم الدولي. نتكلم عن النزاع والتحكيم بداياته وأصوله. النزاع هو سلوك بشري طبيعي من البشر نتيجة اتخاذ قرارات أو مواقف أو التنافس بين بعض، فبيحصل دايما نزاعات. وطبعا دي هبة من الله سبحانه وتعالى ان وهبنا العقل، فنتيجة الاختلاف العقل واختلاف التفاسير من واحد لاخر حصل النزاعات دي، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل له تحكيم وشرائع تحكم في الاختلافات اللي بتحصل دي. النزاع يعني صراع حتمي دايما فطري بين البشر للحصول على مكاسب سواء في الدنيا او في الاخره، فيسمى تنافس مشروع يعني. بداية النزاع والتحكيم طبعا اول قصة شهيرة كانت بين قابيل وهابيل اولاد سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي هم اختلفوا في ان كان كل واحد بيتزوج من بطن الاخرى، لكن طبعا قابيل عجبته الاخت اللي بنفس البطن فقرر من الجوزه، ولكن اختلفوا حصل نزاع، احتكموا الله سبحانه وتعالى، ربنا طلب منهم كل واحد يقدم قربان. طبعا هابيل قدم احسن ما عنده والاطيب اللي هو صاحب الحق الاساسي. قابيل طبعا لانه هو كان فيه الشر اصلا سبحان الله، فقدم ارض ما عنده، فالله سبحانه وتعالى طبعا هو العالم بالنوايا فحكم لهابيل، لكن ما عجبوش طبعا قابيل الموضوع وسبب في قتل اخيه، وكانت اول بدايه نزاع واول بدايه تحكيم واول بدايه جريمه حتى في تاريخ البشريه حتى قيام الساعه. لكن مفهوم التحكيم المحكمين نفسهم بدا التحكيم منذ نشوء النزاعات في الحضارات القديمه، واشهر تشريع وفي الاديان ذكر في الدين الاسلامي عندنا في القران الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو دايما الاختلاف بين الزوجين، بسم الله الرحمن الرحيم، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا، في سوره النساء الايه 35. هذا امر الله سبحانه وتعالى باحتكام كل طرف يجيب محكم من عنده، وبالتراضي طبعا انا بثق فلان ده بثق فلان، طب احكموا لنا في الموضوع هذا الامر فيحكموا فيه، ان ارادوا الاصلاح ما كانش بيفصلوا من بيحكموا فيه بان خلاص كل واحد يريد يعني يفرق بينهم. نزاع بقى طبعا قضية أشهر في قديما أشهر ليه قضية سيدنا مع حكم سيدنا داوود وحكم سيدنا سليمان.
الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين. وكنا لحكمه شاهدين. صح القصة إن غنم رجل رعت في مرعى لأحد الناس الآخرين وأكلته الزرع بتاعه وخربت له الزرع، فحكموا بسيدنا داوود، حكم إن صاحب الغنم يسلم الغنم لصاحب الزرع تعويضا له. لكن سيدنا سليمان حكم يعني بأنه تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بها البنو وسمومه وصفاء، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم يقوم عليها ويزرعها تاني ويرجعها بعد سنة لصاحبها تاني، وده يرجع ده ويرجع. فعمل سيدنا داود بالحكم ووافق على حكم سيدنا سليمان، وبقى حكم بالإجماع وتم كده. انت تنظر لأحكام الجامعة في تفسير القرآن إن شاء الله. نطاق التحكيم بقى، طبعا في الشرائع الإسلامية الحمد لله تم الاتفاق اللي هو في التشريع المشرع في المذاهب الأربعة في جميع الدعاوى والمنازعات الذي يجوز فيها الصلح، باستثناء التي لا يجوز فيها الصلح زي حدود الله سبحانه وتعالى والقصاص والدية والنكاح والعام والأحوال الشخصية، اللي هي قوانين اللي هي النظام العام أو الأحوال الشخصية لا يجوز التحكيم فيه مستندا للشرع طبعا. وبعض الدول في أجازة التشريع برضه في المسائل المدنية والعمالية، ما عدا المسائل المدنية والعمالية والأحوال الشخصية لا تجيز، لكن تجيزه في المنازعات تنشأ عن اللي هي العقود والعقود التجارية. خطورة التحكيم طبعا لأنه هو أصبح مثل القضاء، ولكن هو بأجر من حكم النزاع، فبقى الناس بتتساهل فيه ونسوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا قاضيان في النار وقاضي في الجنة، لذلك لم يعني فاكرين ان هو وظيفه او يعني حاجه تجاريه يكسبوا من وراها، لكن انتبه ان اصبح مثل القاضي امام الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هيحاسب امام الله سبحانه وتعالى، فلازم يكون عادل ومنصف في الحكم ويتقي الله. طبعا بعض القوانين الدول برضه في بالنسبه للقوانين بتفرق، اذا خطوره التحكيم ده حطيناه ان هو في كحكم في النزاع، مجال النزاع عندنا نحتكم فيه، لكن نسينا نحدد القانون الموضوعي اللي هنحتكم عليه، دي هتؤدي الى كوارث منها. ممكن نحتكم يعني لو منافس مثلا اجنبي نحتكم لقانون غرفه التجاره الدوليه في فرنسا، وهي قوانين شديده الاجحاف اصلا وبيبقى في تحيز كتير وكده، فبتضايق. فلازم دايما لما نذكر التحكيم نذكر القانون الموضوعي المحتكم عليه، رغم ان طبعا في قضايا شهيره اللي ممكن نحتك فيها، لكن يكون اصل النزاع في دول تانية، فالمحكمه نفسها ممكن يدفع في التحكيم نفسه من هي ترد لاقرب قانون موضوعي لمحل النزاع. هنعرف القضاء والتحكيم والفروق بينهم وماهيته وصوره ودرجاته. القضاء طبعا يعرف لغه كما جاء في معجم المعاني الجامع، وعمل القاضي هو عباره عن سلطه منحه للقاضي للبحث في النزاعات والفصل بينها اعتمادا على القانون السائد، والقاضي هو القاطع بتعيين الدولة، بياخد من الدولة الرأي. وأنواع القضاء في عندنا قضاء اللي هو الدرجة الأولى وقضاء الدرجة الثانية، وفي قضاء عندنا نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج. ففي نظام القضاء الموحد هو نظام مبني على سيادة القانون والسوالف يميز بين السلطة العامة والأقراء زي في بريطانيا والعراق والسودان وأمريكا. ونظام القضاء المزدوج هو القضاء العادي الذي يقوم على أساس فصل في المنازعات بين الأفراد وبين الأفراد والإدارة حين تنازلها عن سلطتها في التعامل، كانها فيطبق عليها كانها فرض اعتباري طبعا. وفي القضاء الاداري يفصل بين القضايا الاداريه وقضايا مصلحه الدوله المصلحه العامه، الامثله في الدول دي فرنسا وسوريا ولبنان ومصر. القضاء له اركان مهما اختلفت الشعوب بيبقى تقريبا قريب من بعضه. اول حاجه القاضي هو الشخص اللي يصدر الحكم، المقضي به يعني يقصد به الحكم الذي صدر في نهايه عمليه القضاء، المقضي فيه يقصد الامر من المتنازع نفسه، المقضي له هو الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، المقضي عليه هو الطرف الذي يصدر الحكم ضده. درجات التقاضي زي ما قلنا حسب اصول المحكمات المدنيه، في بعض الدول يتم التقاضي على درجتين، اول المحكمه الدرجه الاولى زي المحكمه الجزائيه والكليات في مصر، والمحكمه الدرجه الثانيه زي الاستئناف والاستئناف العالي بمصر، هو الاصل يعني اللي يكون على درجتين. اما التقاضي على درجه واحده فهو بيكون دايما استثناء، يعني يمكن عرضه على درجه اولى ثم على درجه عرضه مره ثانيه بعد ان تفصل فيه حكما تفصل فيه المحكمه الاعلى منها وهي محكمه الدرجه الثانيه. اما مبدا التقاضي على درجه واحده فيجيز عرض النزاع على محكمه اول درجه دون محكمه ثانيه درجه. فان عرض النزاع مثلا على محكمه البدايه
وهي المحاكم اللي هي الدرجه الاولى، وفصلت فيه، فان المشرع يجيز عرض هذا النزاع مره ثانيه امام محكمه الاستئناف. ده في اللي هو في حاله تقاضي على درجتين، لكن احنا درجه واحده بس للحفظ ده على محكمه درجه واحده وينتهي، الا اذا اتعمل فيه اللي هو نقد وهكذا، بس حكم وبعدين نقد. لكن هنا ممكن يجوز ان هو في الدرجتين يعرض النزاع على محكمه الدرجه الاولى ثم يعرضه على محكمه الاستئناف وهي محكمه الدرجه الثانيه عن طريق الطعن فيه. ده في حاله ان هو محكمه اللي هي الدرجه واحده، يعني يتم الاحتكام محكمه الدرجه الاولى، يجوز تحويل المنظمه في محكمه الاستئناف كطعن، بالتالي يبقى ده واحد، وهكذا يتم التقاضي على درجتين فيها. إذا تم التقاضي على درجتين وطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والنقض يتحول لمحكمة النقض. محكمة النقض مش درجة، هي محكمة أو يسمى اللي هي ساعات بيسمى محكمة التهديد في بعض الدول، تعرف أنها طريق غالي، طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام، ولا تعد درجة من درجات التقاضي. اللي مهمتها مراقبة تطبيق المحاكم لصحيح القانون فقط. فهي محكمة قانون ليست محكمة موضوع. ولكن إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مرة ثانية ورأت محكمة النقض، يعني بعد ما خلاص هي محكمة النقض اترفع عليها الدعوة بنقض الحكم اللي صدر في محكمة الدرجة الثانية، بترجعه للاستئناف ثاني إذا طلع لها أنه صحيح. فبعد كده ممكن يجوز النقض ثاني، حكم محكمة الاستئناف ثاني ويرجع لمحكمة النقض، ولكن هنا يجوز لمحكمة على طول محكمة النقض، ما بترجعوش ثاني لمحكمة الاستئناف، ولكن تحكم فيه يعني كصورة من صور الدرجات، لكن هي في الأساس طبعا ليست درجة تقاضي، ولكن هي بتحكم فيه وما ترجعوش ثاني خلاص. التحكيم، التحكيم لغة يعرف في لسان العرب وغيره بأنه حكم بالأمر يحكم حكما، يعني قضى، يعني التحكيم هي قضاء برضه، يعني حكم له وحكم عليه وحكم بينه وحكم فلان في الشيء أو الأمر وجعله حكما ومنه قضاء عليه. فهو بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحكمه في الأمر أي تحكيم، أي تحكيما أي أمرا يحكم، وحكمت الرجل فوضت الحكم اليه. التحكيم في اللغه اختيار شخص للفصل في النزاع. قد يطلق التحكيم لغه على اجازه الحكم فيقال حكمنا فلان، اي اجازنا الحكم. التحكيم في الاصطلاع، التحكيم في الاصطلاح يعرف التحكيم انه توليه المنتزعين، توليه المنتزعين حكما يفصل بينهم. ده التحكيم. التحكيم في القانون، اتفق فقهاء القانون على معنى متقارب من بعضهم، يعني اختلفوا في بعض الحاجات واتفقوا في الاخر، هو اسلوب لفض المنازعات نشأت او تنشا بين طرفين او اطراف عن طريق تعيين افراد عاديين مختصين محكمين، يعني يتم اختيارهم باراده الاطراف المنازعه للفصل بينهم بدل الفصل عن طريق المحكمه المختصه، توفير الوقت والجهد وغيره. ما هي التحكيم؟ ايه هي التحكيم؟ التحكيم هو نظام قضائي خاص قانوني موازي للقضاء، وليس يعني يغني عن القضاء. والنظام الموازي في لا يخالف النظام العام ويخضع للتشريعات التي اصدرتها الدول، كل دوله على حسب القانون فيها. وده يخضع برضه لانه لا يخضع لقواعد بطلان الاعمال الاجرائيه زي القانون المدني، ده يخضع لقانون بطلان الاعمال الاجرائيه، لكن التحكيم لا يخضع لذلك لانه عقد او اتفاق يبدا قبل الخصومه، لكن يخضع لقواعد بطلان القانون المدني، معقول القانون الخاص ليس اتفاق، يعني هو ليس اتفاقا محضا او قضاء محض، بل نظام بمراحل، اول اتفاق عقد او اتفاق مدني وليس تجاري او اداري، اوسطه اجراءات حال وقعت الخصومه نفسها، واخره حكم قضائي ملزم ونهائي، اسلوب اتفاق. لحل منازعه طبعا مدنيه تجاريه بين الافراد والمؤسسات بحكم نهائي ملزم بدلا من القضاء العادي للمحكمه المختصه. شكل هيئه، هل التحكيم المحكم واحد او اكثر؟ هنتكلم فيها بعدين. النظام العام، احنا بنقول دايما لا يخالف النظام العام، هي النظام العام هو القواعد الاساسيه والمبادئ العامه لقوانين الشعوب ومبادئ قانون التجاره. وما لا يخالف اللي هي ما يعني التحكيم يتم في كل شيء يتم الصلح فيه، اما غير ذلك من الديات والاحكام الجنائيه والكلام ده لا يجوز التحكيم فيه. الاتفاق، يعرف فقهاء القانون بان الاتفاق هو توافق الرغبتين او اكثر عن انشاء التزام او نقل او تعديل او انهاء. فالاتفاق على انشاء التزام مثله مثل عقد بيع ينشئ التزاما بين بائع واشتراك وهكذا. لكن العقد اخف من الاتفاق، حيث يعرف فقهاء القانون هو اتفاق الرغبتين على انشاء التزام او على نقله فقط، فكل عقد يعتبر اتفاق وليس العكس. الا اذا كان الاتفاق نفسه
منشئ الالتزام او نقيض الالتزام فقط يعني بدون الاخرين فيصبح كالعقد. صور التحكيم عندنا في صورتين، شرط التحكيم والمشاركه. شرط التحكيم يكون وارد في العقد كاحد بنوده، دائما يكون في اخر العقد، وهو اللي بيحدد الحاله اللي في حاله وجود نزاع للتحكيم، وما بيحددش فيه اكتر من كده، لان دايما في الاول ما بيكونش يعني بيكون في حسن النوايا وكل الناس فرحانه بالعقد والمشاريع وهكذا، فيذكر بس ضمن شرط التحكيم صراحه بالتراضي. او بالاحاله يعني ممكن توصل البنك بالاحاله بوضوح لوثيقه سابقه للعقد او العقد الاخر مرتبط بالعقد الحالي، فخلاص يبقى كده عمل اللي هو شرط التحكيم. المشاركه هو عقد قانوني للتحكيم الشامل لاحق على وقوع النزاع، بعد وقوع النزاع، وتسمى احيانا ساعات وثيقه التحكيم، ولو لم تكن مذكوره بالعقد الاصلي. يعني ما فيش في العقد الاصلي حاجه عنها، فممكن يتم اصدارها بعد في حين صدور المغادره بالطرف. وتصح المشاركه حتى لو قيمت دعوه قضيه، لو كان رفع منهم نتيجه الخلاف اللي بينهم في النزاع ده دعوه قضيه، طالما لم يتم الحكم فيها ممكن يعمل مشاركه ويلجأ للتحكيم، وبالتالي يتم اللجوء للتحكيم افضل طبعا للمزالي. تصح المشاركه سواء كان النزاع مرفوع قدام المحاكم او مما يرفع اليه باجراءات اصدار امر اداء، ويتم التحكيم فيها بنفس الاجراءات حيث لا تطبق اجراءات اصدار اوامر الاداء في التحكيم. لا تصح المشاركه قبل النزاع. يعني ما ينفعش حاجه اسمها مشاركه وفي مش نزاع. تمام؟ والا تكون بطيئه. عقد المشاركه نفسه بقى او وثيقه التحكيم. هي وثيقه تصدر من الجهه المختصه بنظر النزاع. سواء تحكيم حر او تحكيم عن طريق مؤسسه، يعني المؤسسه اللي بتصدرها الوثيقه دي كتب فيها كل الاجراءات وال ايه من اطراف النزاع والاسماء والعناوين والاجراءات التحكيم والمدد الزمنيه والاجراءات التفاصيل كلها والمستندات وطريقه السماع للشهود والجلسات وطرق التقديم والمراسلات والكلام ده كله يتم اصداره. كما ضمن هذه الوثيقه تحديد مهله زمنيه لصدور الحكم، ودي مهمه جدا برضه يعني. طبعا يجوز تبديلها باتفاق الاطراف برضه يعني خلال اجراءات النزاع. نزاع التحكيم طبعا بيمتاز بسرعه، فض المنازعه والتراضي بين الطرفين، ليس له مقر معين يعني زي المحاكم القضاء العادي. في نفس الوقت ممكن يكون له مكان مؤسسه او بالاتفاق من الطرفين في مكان معين في فندق بتاع، ولكن يعني يكون ساعات يعني بالاتفاق. تحكيم ليس بالمكلف، بالرغم ان هو يقول لك تكاليفه كبيره حسب العقد وكده، ولكن بالنسبه للمده الزمنيه والمحاماه والقضاء والضمانات فبيعتبر اسرع، وبالنسبه لهم بالنسبه للغه التجاريه هيكون اقل تكلفه، لان النص 5% على حسب حجم العقد المتنازع عليه، وبتاخد وقت من 3 ل 6 شهور، ممكن توصل لسنه او تمدد على حسب التراضي من مقرب عده سنوات، ممكن توصل لعشرات السنين او 10 سنين في اجراءات التقاضي. طبعا التحكيم لا يعطي لاطراف العقد حريه تحديد القانون الموضوع الذي يعطي الاطراف هو تحديد القانون الموضوع، عكس المحكمه. المحكمه بتحتكم للدوله قانون الدوله، لكن هنا ممكن انا مستثمر اجنبي شغال في دوله ممكن يحتكم لقانون الموضوع في دوله ثانيه حسب التراضي بين الطرفين، وده ميزته ان هو بالتراضي. طبعا استقلاليه شرط التحكيم على شروط العقود الاخرى، يعني لو في عقد في شروط مش معنى ان في شرط تحكيم يبقى يرجع للعقد، ممكن يكون هذا مرتبط بعقد، يعني مرتبط بعقد له قانون موضوعي والشرط التحكيم نفسه له قانون موضوعي اخر، والعقد ممكن ينتهي او يبطل وكذا، لكن النزاع او اللي هو الشرط التحكيم نفسه شغال مفيش اي مشكله خالص، مالوش علاقه بيه. والا اذا طرف الاطراف اتفق الطرفين على غير ذلك. يمكن الاتفاق على التحكيم بصوره لاحقه لقيام النزاع لو كان النزاع معروضا على القضاء زي ما قلنا، ويحدد الحاله بالاتفاق اللي يشملها التحكيم اذا كان الاتفاق باطلا، ولا يتطلب التحكيم توكيل المحامين او كلام الطرف امام لجنه التحكيم. فرج التحكيم نهائي، مثل ان هو نهائي ليس فيه نقض او تظلم ضد الحكم الصادر من لجنه التحكيم، ويمكن الاتفاق على عدم الطعن تمام وعدم البطلان، ولكن يمكن رفع شيء اسمه دعوه بطلان اصليه خلال مده طبعا متوفره في الشروط، خلال مده زمنيه يتم تحديدها، هي دايما خلال 90 يوم من صدور الحكم، لكن لا تقف التنفيذ الا في حالات معينه يطلب ايقاف التنفيذ امام المحكمه المختصه. مش هو مثلا ان زي شرط المحكمه ان فعلا في يعني امر مهم زي التزوير والكلام ده كده، فممكن توقف التنفيذ خلال اللي هو اذا حسب بجديه البطلان توقف التنفيذ وتصدر خلال 6 شهور الحكم
في بطلانها وعدم بطلان. في فروقات بين التحكيم والقضاء. التحكيم دايما لا يتدخل الا عند وجود النزاع بين الطرفين وبالتراضي، لكن في القضاء ما فيش فيها تراضي، واحد عمل جريمه بيتم الحكم عليه بالمزاج، يعني على طول في اجراءات تنفيذيه ثم قانونيه فيها. في التحكيم نظام مستحدث لن يلتزم به اكثر المتعاقدين حاليا في اغلب الدول لقله الخبره، لكن القضاء معروف من قبل الازل، يعني لا يقتصر الحكم على المتنازعين بالنسبه للتحكيم ولا يتعدى غيرهم، لكن حكم القاضي حجه على جميع الناس وعلى الدوله. لا يجوز التحكيم في التحكيم الا فيما يجوز فيه الصلح، لكن القضاء في كل شيء. في التحكيم لا يصح الحكم على ولي او صغير لما فيه الضرر صغير، لكن بالنسبه للقضاء الحكم على كل شيء، حتى ممكن يحكم على الصغير السجن في الأحداث وغيره وهكذا، أو التغريم أو غيره، تغريم وصيه أو وليه أو غيره. تمام. التحكيم يعزل المحكم إذا اتفق المتنازعين، لكن بالنسبة للقضاء مفيش حاجة اسمها يعزل ولا يتفق ولا ده إلا في حدود مؤخرة من النظام. المحكم في التحكيم يتعدى حكمه كافة البلدان، يعني هو في حسب القانون طبعا اللي صدر بيه الموضوعي، يتعدى حكمه في اي بلد جدا، لكن القاضي حكمه بينحصر في حدود ولايته او دولته. التحكيم برضه لا يحكم محكم ان يستخلف محكم غيره او ينظر في جزء منه مش بمزاجه، يعني في الحته دي خالص ابدا، لكن بالنسبه للقاضي يحق له قانونا ان يستخلف قاضي اخر للنظر في جزء او جزء منه. في التحكيم يحدد عدد الجلسات والمرافعات بالاتفاق بين المتنازعين، هم اللي بيحددوا كم جلسه، لكن في القضاء بيتبع نظام المرافعات القضائيه التابعه للدوله. في التحكيم يتقاضى المحكمين اجر من المتنازعين طبعا مش مباشرة، لها قواعد، لكن في القضاء يمارس وظيفة ما بياخدش من المحكمين. حكم التحكيم لا يقبل أي استئناف بعد صدور الحكم، ويكون ملزما بالحكم عليه، يمكن ممكن رفع دعوى بطلان أصلية إذا توفرت شروط من الزمنية، لكن حكم القضاء يقبل استئناف ويقبل الطعن ويقبل غيره من محكمة الدرجة الأولى والحكم النهائي، ولكن إذا صدر الحكم النهائي لا يمكن رفع دعوى بطلان أصلية فيه. المحكم يمكن الطعن في حكمه إذا ثبت خطأ أو تورطه أو عدم نزاهته في التحكيم، لكن بالنسبة للقاضي يتمتع بحصانة كاملة ويحاسب فنيا فقط من الدولة. إن ثبت ذلك فالدولة لها الحق في يعني إجراءات قانونية معينة. يتم الاتفاق في التحكيم على تأجيل فصل في نزاع حالي وتعديل فصل في نزاع آخر بالتراضي، لكن القاضي يفصل في أكثر من نزاع إذا وفرت الربط بينهم في نفس الوقت. تحكيم الدولة بقى، نتكلم عن تحكيم الدولة. ده فعلا كانت سنة 1794 تم معاهدة جاي للولايات المتحدة البريطانية التي نصت الصراحة لجل التحكيم في صور لجان مختلطة تسوية النزاعات. تم إنشاء 187 محكمة محلية ساعتها، وبدأت الموضوع تتطور، وإنشأت المحكمة الدائمة للتحكيم سنة 1899، ثم تم وضع قوانين جديدة للمحكمة الدائمة، وتطورت العملية في التحكيم، بدأت الناس يعني تعرف التحكيم ويتم التقاضي بيها وتسوية النزاع، لغاية ترسخ مبدا التحكيم مع اصدار ميثاق عصبه الامم المتحده، ما كان اسمها عصبه، ثم بعد كده اقرتها المنظمه مع حق الدول في التعديل بما يتماشى مع قوانينها الداخليه. ثم بعد انشاء الجمعيه العامه للامم المتحده تم اصدار بقى نموذج لقواعد اجراءات التحكيم ليكون دليلا ومرشدا للدول عند توقيع المعاهده اللي هي تعهدات التحكيم. طبعا التحكيم بيختلف عن الوساطه والتوفيق والصلح، ودي لها حضارات اخرى. التحكيم له نوعين او شكلين، يعني التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي. التحكيم الحر اللي هو بنحتكم نتفق الطرفين ان احنا نحل نزاع التحكيم ونختار المحكمين بنفسنا ويتم اتفاق عليهم، لو في ما اتفقناش على اي محكم من المحكمين دول بنلجأ للمحكمه وتعين لنا محكم، وبنراعي من المصالح، يعني في التحكيم الحر بيتم مراعاه مصالح المتنازعين لان كله بالاتفاق بينهم، وبيطلق الحريه يختار المحكمين والمتنازعين نفسهم اللي بيوفروا خدمة الأعمال الإدارية والسكرتارية والترجمة والحفظ، بتبقى أغلبها دايما في عقود النقل. لكن في التحكيم المؤسسي نتفق المتنازعين الحالة إلى تحكيم مؤسسي، يعني مؤسسة تحكيم، هنتكلم عن مؤسسة أشهر مؤسسة تحكيم في الآخر، تخضع لقواعد طبعا إجراءات ومنظمة لها صورة مؤسسية، تراعي دايما مصالح الدول غالبا اللي أنشئت فيها المؤسسات، عكس إذا كان بتراعي مصالح المتنازعين فيها. في المؤسسة برضه تقوم باختيار المحكمين من قواعد المؤسسة، وإذا اختلفوا برضه بيروحوا المحكمة المختصة يختار لهم حد تاني، إذا اختلفوا الأطراف المتنازعين على المحكمين نفسهم اللي في المؤسسة مش راضيين بيهم، أو هم نفسهم المحكمين ما اختاروش رئيس المحكمة في الأخير أو رئيس لجنة التحكيم، وده أغلبها في العقود التجارية.
برضه في التحكيم الخاص بيبين كيفية، بيبين كيفية هيئة التحكيم والإجراءات اللي يجب اتباعها والقانون الموضوعي والشروط، والشروط التحكيم نفسها اللي هيتم فيها والمدة الزمنية وعدد الجلسات وغيره. تضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات، هي نفسها بتوضع هيئة التحكيم فيها قواعد الإجراءات في حال عدم اتفاق الأطراف عليها. وإذا رفض أحد الأطراف الإجراءات أو بعضها فإن الهيئة تستطيع فرضها والسير فيها على نهجها هي وبما يتراءى لها من حجية وصحة يعني. وإذا رفض الطرفين الإجراء معين واتفق عليه تتقاعد الهيئة بما اتفق عليه الطرفين في الآخر. لكن في التحكيم المؤسسي يتفق المتنازعان الإحالة للتحكيم المؤسسي بالإشارة إلى مؤسسة التحكيم بعينها يعني، وبتلتزم بشروط المؤسسة نفسها، بتلتزم بشروط الحكم التحكيم والمدة التي يجب خلال إصدار الحكم والبيانات وغير متقاعد إجراءية مختلفة، فلم يتفق المتنازعين على غير ذلك أحد في أحد البنود بالتراضي. لكن لا يجوز لمؤسسة التحكيم الخروج على قواعدها السرية دون موافقة الطرفين. هي ملزمة للطرفين والمؤسسة وهيئة التحكيم. التحكيم المؤسسي يعطي المؤسسة للتحكيم صلاحيات معينة قبل وأثناء نظر النزاع لحكم هيئة التحكيم، بما طبعا في الاثنين بما لا يخالف قوانين النظام العام. في التحكيم الحر برضه عن اتفاق الطرفين على تعيين أعضاء التحكيم المعظم، يتولى هذا التعيين مركز التحكيم، يعني ممكن يتفقوا عند عدم، يعني عند عدم اتفاق الطرفين تعيين أعضاء التحكيم، يتولى هذا التعيين مركز التحكيم حتى التراضي أو المحكمة المختصة إذا ما تراضوش برضه حتى مؤسسة التحكيم. في نفس الوقت يستطيع الأفراد النزاع تبني قواعد إحدى مؤسسات التحكيم، يعني أنا في التحكيم الحر ممكن ناخد مؤسسة كذا نمشي على الإجراءات الخاصة بيها. وفي نفس الوقت اختصاص القضاء الوطني في نظر دعوى البطلان فيها في التحكيم الحر، زيها زي برضه القضاء الوطني برضه في التحكيم المؤسسي في دعوى البطلان الأصلية يتم النظر فيها في القضاء الوطني الجديد. التحكيم المؤسسي يتفق متنازل الاحكام المحكمه التاسيس زي ما قلنا باشاره سقطها وتختص بالمؤسسه وحل لها نظر تسويه التحكيم وغيره دون التقيد بنظام التحكيم مطبق لدى المؤسسه، والا لازم تلتزم بيه والا يكون حكم التحكيم عرضه للطعن لان متفقين على مؤسسه. شروط التحكيم بقى لا ينعقد يعني يقتل الا باتفاق الطرفين بالتراضي مع شروط التاليه، يعني شروط التحكيم دي تبطل الا باتفاق الطرفين، يعني اي شيء يعني اشترط يعني احتكم من شيء معين مش موجود باتفاق الطرفين بيبطل. في شروط موضوعيه وفي شروط شكليه. الشروط الموضوعيه زي الرضا والاهليه، اهليه الشخص نفسه والمحل وقابليه النزاع للتحكيم، بينما الشروط الشكليه هي الكتابه وصحه الشكل. الرضا لازم بتلقي ارادتين ذات اهل ذو اهليه، يعني يكون صريحا وضمنيا بالاحاله الوثيقه تتضمن شرط تحكيم معلومه للطرفين وتشير لوجود شرط تحكيم في تلك الوثيقه. والاهليه اللي هي اهليه التصرف سواء شخص طبيعي او اعتباري، وتسري في حاله الوكاله بالتحكيم صراحه لابرام الاتفاق دون التمثيل امام الهيئه لا تصح الوكاله عنه. الشروط الشكليه طبعا بالكتاب يتحقق شرط التحكيم السابق على قيام النزاع وجودا بكتابته وليس بالتراضي فقط، يعني مش تراضي التحكيم مش كاتبينه طب اللي عرفنا لازم يتكتب، عكس اتفاق التحكيم يعني شرط التحكيم لازم يتحقق باللي يكون مكتوب. اتفاق التحكيم ممكن بالتراضي وبعدين هم عاملين اللي هي ايه الوثيقه التحكيم بعدين، لكن الشرط لازم يكون مكتوب ويكون ويلزم التوقيع على الاتفاق مستقلا عن العقد، يعني لو في عقد وفي شروط لازم الشروط تكون مستقله عن العقد اللي هي شروط التحكيم يعني مستقله عن العقد ويوقع عليه، او تكون مكتوبه اللي هي طبعا ضمن في الخطابات والرسائل المتبادله فيها بالتراضي، يعني دي تعتبر مسائل قانونيه للديمقراطيه. صحه الشكل يتحقق صحه الشكل الشرط او اتفاق باخضاع للقانون مكان التحكيم بعض احكام الدول، وايضا باخضاع للقانون مطبق على اصل النزاع. شرط التحكيم يستمد قوته بالذات. المحل ركن رئيسي يقصد به الالتزامات التي يولدها العقد وبدونه يبطل الشرط، ويكون محدد محله وغير مستحيل وممكن ويجوز في بس ما يكونش من غير المسائل التي يجوز وغير المسائل التي يجوز فيها الصلح مثل الاحوال الشخصيه وقابل للتعيين ومشروع بما لا يتعارض مع مسائل النظام العام المحترم. ويصلح الحق المتنازع عليه محلا للتحكيم سواء ذو طابع مدني او تجاري او اداري. قابليه النزاع للتحكيم يعني يتحقق بقابليه موضوع العقد للتحكيم اي لا يخالف النظام العام زي ما قلنا، اللي هي زي العقوبات الجنائيه والاحوال الشخصيه وغيرها من مصالح المجتمع العام فيبطل التحكيم فيها. نتكلم بقى اثار التحكيم. اثار التحكيم لها اثار، في اول حاجه الالتزام العقدي بالاحاله للتحكيم، دي من اثار التحكيم. طالما احنا اتفقنا على التحكيم يبقى خلاص نلتزم ان احنا نحل التحكيم وده بالتراضي كما اتفقنا.
وبرضه بتؤدي الى التزام القضاء بعدم احاله قضاء الدوله. طالما انت اتفقت على التحكيم ما ينفعش تحيل قضاء الدوله، لان ساعتها خلاص يعني، الا اذا كانت في قضايا اللي هي النظام العام، والا يتم عدم قبول الدعوه المرفوعه امام القضاء العام. اتفاق التحكيم هو الدفع بعدم الاختصاص النوعي للرفع امام القضاء في بعض اراء الفقهاء، يعني. واتفاق التحكيم هو الدفع بعدم قبول الدعوه من القضاء لوجود مانع، وليس لعدم الاختصاص في بعض اراء الفقهاء الاخرين. فبالتالي اتفاق التحكيم هو دفع ببطلان المطالبه او صحيح الدعوه امام القضاء كسبب خاص بالبطلان في شرعيه التحكيم لوجود مانع اجرائي لمحل هذه المطالبه في بعض اراء الفقهاء، وليس ببطلان عام يبص عليه القانون. لا، هو هنا عيب اجرائي، لان الاجراء هنا لازم يتحول للتحكيم، بالتالي يتحول للتحكيم الاول، بعدين اي حاجه ثانيه ممكن تتحول للقضاء. فده من اثار اتفاق التحكيم، لان يعني ممكن العمل يقول لك لا ده ملجأ القضاء، لا انت خلاص اتفقت على التحكيم. برضه من اثارها التنفيذ العيني للالتزام والحصانه القضائيه للدول. بمعنى ايه؟ الدول التي بدأت بالتحكيم وشرعته فقد تنازلت عن الحصانه القضائيه للدوله على محل النزاع امام المحاكم القضائيه الاخرى. يعني مثلا عندي اثنين بيحتكموا لي في نفس الدوله بتاعتي، لكن احتكموا لقانون موضوع في دوله اخرى. ما ينفعش اقول للدوله لا انتوا بتحتكموا لي هنا، ما ينفعش الشركه دي لانها اجنبيه تحتكم لدولتها، اتفقوا في التحكيم قانون معين، خلاص يبقى تنازلت الدوله عن الحصانه القضائيه للدوله على محل النزاع بس فقط، يمتد مفهوم التنازل من الحصانه الى كل ما يرتبط بالتحكيم والضرائب، ما بيخالف النظام العام طبعا. طبعا استقلاليه اتفاق التحكيم وعدم ارتباط بالعقد الاصلي. عندي عقد اصلي وعندي اتفاق التحكيم، ما لهمش يعني، اذا كان في ارتباط بينهم ماشي، لكن ده ممكن يصل عليه قانون موضوعي وده له قانون موضوعي اخر. واذا ممكن يحصل العقد يفسخ او يبطل او غيره او ينتهي، لكن اتفاق التحكيم سار ملوش علاقه بيه الا اذا اتفق الاطراف على انهاء. مبدا الاستقلال نهائي في التحكيم المختصه الفصل في الدفوع، الدفوع المتعلقه بوجود شرط تحكيم او اتفاق المنفصل على التحكيم او صحه شرط الاتفاق، والفصل في وجود او صحه العقد هي يعني هل التحكيم هي المختصه بالفصل في الكلام ده كله، يعني مش المحكمه نفسها. فخلاص هي التحكيم هي اللي بتفصل في عدم الاختصاص او عدم او صحه الشرط او الاتفاق او غيره. الاستقلال معنى صحه او بطلان او فسخ او انعقاد العقد الاصلي غير مرتبط بعقد التحكيم زي ما قلنا. يعني بطلان العقد لا يفضي ببطلان الاتفاق، ده شيء وده شيء. الاستقلال يعني اتفاق التحكيم ناشئ عن تراضي مستقل عن تراضي الخاص بالعقد الاصلي. الاستقلال يعني مبدا اللي هو الاختصاص النظر بالاختصاص، والذي يجيز لهيئه التحكيم القدره والمتابعه لمهمتها ولو كان هناك نزاع او طعن متعلق بالعقد الاصلي. نيجي بقى لامارات التحكيم اللي هي مهمه جدا. تبدا بإعداد اجراءات التحكيم، وهو تبدا من تاريخ اليوم الذي يتكلم فيه المدعي عليه اختار رسمي وطلب المدعي بحاله النزاع للتحكيم، وطلبوا تشكيل هيئه تحكيم. ما لم يتفق اطراف الخصوم على خلاف ذلك يمكن الاتفاق ان تبدا من تاريخ اول جلسه اجرائيه، وهكذا. وهذا التاريخ يحدد المده الزمنيه التي يجب فيها فصل النزاع. طالما التاريخ ده بلا نظر، والله احنا متفقين ان تخلص في خلال 6 شهور، يبقى ده يحدد المده الزمنيه. فمن اجراءات تحكيم تشكيل هيئه التحكيم، يتم هيئه التحكيم دائما تكون عدد وتر اللي يكون التحكيم باطلا، وتسكل باتفاق اطراف النزاع، كل واحد يختار المحكم اللي عنده ويجتمع اذا كان من محكم واحد فيتم اختياره بالتراضي، لو كانت اكثر من واحد فيتم كل طرف يختار له محكم، وما يتفق المحكمين على اختيار الفرد الاخير ويكون رئيسا للهيئه. اذا حصل في اختلاف عدم اتفاق على احدهما فيتم اللجوء للمحكمه المختصه لتعيين محكم او المؤسسه لتعيين محكم، واذا لم يتراضى يتعين للمحكمه المختصه لتعيين محكم من جدول المحكمين عندها ويكون ملزم، الا اذا طعن في نزاهته او غيره وغيره، ده شيء يعني. من ضمن برضه اجراء التحكيم رد المحكم، يجوز رد المحكم من اي فرد تمام بالدليل عدم استقلاليته او حريته او عدم اهليته. برضه من الاجراءات مكان التحكيم، يتم تحديد مكان التحكيم بالتراضي او في المؤسسه او في غير الاماكن حسب التراضي. لغه التحكيم برضه يتم بالتراضي من طرفي النزاع او من خلال هيئه التحكيم والمؤسسه اللي احتكموا اليها، بما يحقق سلامه ووضوح ومتابعه اجراءات التحكيم ووضوح ملامسات النزاع الاطراف، يعني كل شيء يكون واضح ليه. دي لغه التحكيم. بيان الدعوه، صحيح الدعوه دي مهمه قوي. يرسل بيان الدعوه من المدعي خلال المواعيد المتفق عليه الى المدعي عليه والى هيئه التحكيم بيانا مكتوبا بدعوه يشمل الاسم والعنوان وشرح وقائع الدعوه والوصائف والادله وغيره من دي بيان الدعوه. ثم يرسل صحيح الدعوه، ثم يرسل المدعي عليه خلال المواعيد المتفق عليه ردا برضه على دعوه المدعي عليه
تشمل جميع طلبات وتشمل برضه ايضا جميع طلبات عريضه متصله بالموضوع، وصور ورسائل وادله ثبوت وادله نفي وغير. وفي والاصول حسب سير الاجراءات وعليه تحكيم ارسال صوره من اي بيان او مستند يقدم من طرف للاخر خلال المده المتفق عليه. وفي تعديل طلبات يجوز لاي طرف من الاطراف تعديل طلباته او ارتفاعه واستكماله خلال المده المتفق عليها. في التحكيم الفرعي يحتم المدعي عليه تقديم طلب تحكيم اخر تأثير الجلسات إذا كان له مقتضى بشرط أن يكون متعلق بالنزاع الأصلي، ويسري عليه ما يسري على أي تحكيم من القانون الواجب تطبيقه والإجراءات غيره. جلسات المرافعات يتم عقدها وتحديد المدة الزمنية فيها وتحديد أمين سر الجلسات، وإذا كان في تحكيم حر أو عن طريق المؤسسة، وتسليم صور المحاضرة في جلسات المرافعات ويتم الاتفاق على مواعيدها وعددها. إنهاء إجراءات التحكيم يتم الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم خلال المدة المحددة. وإذا تم بالصلح أو بالحكم. وفي التدابير اللازمة يجوز بناء على اتفاق أن يكون هيئة التحكيم بناء على أي طرف أن تأمر منهم ما تراه مناسب من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضي طبيعة النزاع منهم وتقديم ضمانات وغيره، أو تكليف خبراء أو السماع لشهود أو انقطاع الخصومة في حال عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية التحكيم، فده ينقطع الخصومة فيها ويتم الاستمرار في أصل النزاع. انتهاء التحكيم بالتصالح والتنازل، إذا تم التصالح والتنازل يتم الاتفاق عليه بكتابته صراحة. أو انتهاء حكمًا تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم بالأغلبية، كتابة موقعة منه مسببة وحسب القانون الواجب التطبيق في التحكيم ما لم يتفق الطرفين إذا على غير ذلك، وسلم كل طرف صورة منها خلال 30 يوم من صدوره حتى يأخذ مجراها القانوني في الحكم لصالح المحكوم له بالتنفيذ، بإذا صورة الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة لكي يستطيع المحكوم له من رفع طلب المحكمة المختصة تنفيذ الحكم المحكوم به. ولا يغني ذلك عن مراعاة إعلان من صدر الحكم له وحكم التحكيم عن طريق طلب المحضرين به بالإعلان العام للمحكوم إليه. ممكن في حاجات طلب التفسير، يجوز لكل طرف من طرفي التحكيم خلال 30 يوم من صدوره طلب تفسير أو من تبرير واضح أو مبهم أو تصحيح ما شابه من الحكم في أخطاء مادية، يعني المفروض مثلا يحكم له 600,000 أو 360 يعني يصححه، هو حكم له 600,000 لكن كتب 60 من خطأ، فيتم طلب تفسير له وإعلان الطرف الآخر وإعلان الطرف الآخر. ده بالنسبة لطلب التفسير. وعلى المحكمة طبعا تصحيح ما أو الإجابة على التفسير خلال 30 يوما من الطلب ولم يتفق الأطراف على غير ذلك. طبعا إجراءات إغفال بعض الطلبات في الحكم ممكن يجوز، يعني أو مش يجوز قصدي، ممكن إذا أغفل عن الحكم يجوز لكل طرف طرفينها بعد انتهاء ميعاد التحكيم صدور الحكم خلال 30 يوما طلب إصدار حكم إضافي فيما تم إغفاله من الطلبات، يعني كان طلب شيء معين ما تمش حكم فيه، يعني تم يعني اغفاله او اثنائه، فمن حقه انه يطالب بالحكم فيه. بطلان حكم التحكيم يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم اصليه وفقا للشروط الاسباب المحدده بالتشريعات والقوانين والمرافعات، والا لم تقبل الطعن فيه. حجيه حكم التحكيم احكام المحكمين في احكام مدنيه لا يجوز الطعن فيها باي وجه من الوجوه، قرار في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وليس له استئناف او نقض، لكن يمكن رفع دعوى بطلان. وقف تنفيذ الحكم لا يترتب على رفع دعوى بطلان الحكم وقف التنفيذ الا اذا طلب المدعي البطلان في ذلك في صحيفه الدعوه من المحكمه الخاصه ورات المحكمه اسباب جديه مثل التزوير او غيره، فيجوز لها ايقاف في التنفيذ خلال 60 يوم من تاريخ اول جلسه، ويجوز المحكمه حينها الامر بدفع كفاله وضمان مالي، وتفصل المحكمه في نظر الدعوه البطلان التي اوقف التنفيذ في خلال 6 اشهر من الامر. اتكلم بقى عن طبعا الموضوع كبير بس انا اختصرته يعني عشان اعرف بس ايه ماهيه التحكيم والتحكيم. في عندنا حاجه اسمها مؤسسات التحكيم اللي هي اللي اتكلمنا عنها، اشهرهم طبعا يعني مركز تحكيم غرفه التجاره الدوليه اي سي سي باريس فرنسا، محكمه لندن التحكيم الدولي ال سي اي اي مقرها لندن، المركز الدولي لتسويه نزاعات الاستثمار ومقر واشنطن، المركز الدولي لحل النزاعات المنبثقه من جمعيه التحكيم الامريكيه. وفي الدول العربيه طبعا توجد مؤسسه تحكيم مثل مركز القرار الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمصر، مركز دبي للتحكيم الدولي للامارات، مركز ابو ظبي للتحكيم، مركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين، ومركز البحرين للتحكيم الدولي برضه البحرين، ومركز تحكيم تونس، ومركز التحكيم اللبناني وفي السعوديه وفي كل اغلب الدول العربيه. طبعا مؤسسات التحكيم دي ميزتها انك انت يعني ذات منهجيه ولها جدول محكمين ولها خبره اكثر ومتوفر فيها المترجمين وتوفر فيها الاعمال الاداريه وتوفر فيها كله، لكن هي طبعا بتبقى مكلفة أكثر شوية من التحكيم الحر، لكن ميزتها موضحة في الإجراءات، يمكن الرجوع لإجراءاتها وجلساتها ومواعيدها والقانون الموضوع اللي تحتكم ليه إلا إذا اتفق الطرفين على في
مؤسسة على الاحتكام زي ما قلنا قانون موضوعي آخر حسب الاتفاق. ده باختصار الموضوع عن التحكيم، إن شاء الله في حضرات قادمة إن شاء الله على التحكيم بأكثر تفصيلا، وعقود الفيديو كل ما يتعلق بالمنازعات الحديثة والعقد النموذجي وغيره إن شاء الله قريبا سيتم الإعلان. أي أسئلة واستفسارات إن شاء الله على إيميل الشخصي حاتم161@gmail.com، وأنا سعيد بكم إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله في المؤتمرات القادمة وتحت أمركم في أي شيء. وده المراجع اللي هي الواحد جمع منها أغلب الكلام في الموضوع عن التحكيم، وشاكرين لحسن المتابعة وهتوحشونا. شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.